السلام عليكم. بنكمل الريفيو كويشن ان شابتر 2. كالكوليت ذا نمبر اوف مول اوف كلورايد ايونز ان اكوا سوليوشن كونتين ميدين جرام بتاع الايرن 3 كلورايد. الايرن 3 كلورايد السيمبل بتاعه اف اي سي ال 3. ده معناه ان ال 1 مول بالاف اي سي ال 3 كونتين 3 مول من الكلورايد ايون، 3 مول من الكلورايد ايون. بس هو هي جيفن في المسألة الايرن 3 كلورايد بالجرام، ده معناه ان ال1 مول ده انا هحوله الاول لجرام، يعني اجيب المولر ماس لل FeCl3. جيفن في المسألة برضو مدين الاتوميك الماس نمبر بتاع ال Fe ومدين الماس نمبر بتاع الكلورايد، سهولة جدا اجيب المولر ماس، يعني هاخد الايرن اللي هو ال 55.8 بلس 35.5 تايمز 3، لان هنا الكلورايد فيه 3 ايونز. لو حسبت الرقم ده هيطلع لك 162.3. كده انا حولت المول بتاع ال FeCl3 للمولر ماس، لان هو مديني في الجيم في المساله بالجرام. ده برضو كونتين كام مول من الكلورايد؟ زي ما هو 3 مول من الكلورايد، ما غيروش ان هو طالب الكلورايد نمبر اوف مول اوف كلورايد، هسيبه زي ما هو بالمول. المول هو جيم في المساله كام جرام؟ 800 11.7 جرام. دول فيهم كام مول؟ ده اللي احنا ما نعرفوش. هنعمل السيزور، هيطلع هنا الاكس اللي هو number of mole of chloride او number mole of chloride ions equal 15 مول، لان هاخد هنا ال 811.7 times 3 over 162.3، هيطلع الناتج بتاعنا 15 مول من الكلورايد. المسألة التانية، calculate the number of moles of atoms of the element found in 44.8 liter of ammonium gas at STP. الأمونيوم جاز في الأول رمزه NH3، الأمونيوم جاز رمزه NH3، ده الوان مول، الوان مول منه فيه 4 أتوم، الوان مول من ال NH3 زي ما شايفين قدامنا، النيتروجين 1 اتوم و 3 اتوم الهيدروجين، يعني في 4 مول من الاتومز، ده ال 1 مول. يبقى ال 1 مول من ال NH3 في 4 مول اتومز. طب هو هنا اصلا مش مداني بالمول، هو مديني 44.8 لتر. طب انا ممكن احول ال 44.8 ده للمول واقول له ان ال number of mole equal ال volume بالليتر اللي هو 44.8 على رقم السبب بتاعنا لو انت 4، لان عارفين ان اي فوليوم من اي جاز ال 1 مول منه ايكوال 22.4 طبعا عند الاس تي بي ستاندرد بريتشر بريشر. ده هيبقى كده هنا في كام مول؟ في 2 مول، يعني عندي يعتبر الفوليوم ده فيه 2 مول من ال ان اتش 3. احنا قلنا ال 1 مول من ال ان اتش 3 في 4 مول من الاليمنت او 4 مول من الاتومز، يبقى ال 2 مول هيبقى في قد ايه؟ ده اللي احنا ما نعرفوش. ده لو عملنا سيزر هيبقى 2 تايم 4 اوفر 1، هيطلع هنا number of mole of atom equal 8 mole of atom، 8 mole of atom. لو عايزين طريقة تانية لحل المسألة دي، هي بنفس الفكرة بالظبط بس نختلف الأسلوب، إن عندي ال NH3 زي ما اتفقنا فيه 4 مول من الأتوم، يعني ده معناه إن ال 1 مول من H3 اللي هو بيساوي 22.4 لتر في 4 مول من الأتوم. طب ال 44.8 لتر هيبقى فيهم كام مول من الاتوم؟ لو عملنا السيزر هنا ال x equal هتبقى تساوي 44.8 تايم 4 اوفر 22.4، ده هتطلع نفس النتيجة بالظبط، تساوي 8 مول. يبقى استخدم طريقة أولانية أو التانية هي نفس الناتج بالظبط. شوف مسألة تانية، what is the mass percentage of hydrogen in chlorous acid ومدينا رمز بتاعه HClO2. هنا عايز لو طلب اي برسنتج لاي element موجود في ال، وادانا ميكرو فيميولا بتاع ال element او بتاع الكومباوند اللي عندنا، اول حاجه لازم احسبها احسب المولر ماس للكومباوند. لازم الاول احسب المولر ماس للكومباوند اللي هو من دون، المولر ماس هو الرمز بتاعي HClO2. ال H given اهو الماس نمبر بتاعه ب 1 بلس الكلوراين 35.5 بلس الاكسجين فيه منه 2 اتومز معناها 2 تايمز 16،
لو حسبت هتطلع عندك هنا المولر ماس يطلع 68.5 جرام بير مول. كده انت حسبت المولر ماس. ممكن تجيب ريسيرش لاي اليمنت، لو عايز الهيدروجين زي ما هو طالب هتاخد المولر او الاتوميك نمبر اللي هو الماس نمبر بتاع الهيدروجين اللي هو 1 اوفر المولر ماس بتاع الكومباوند كله اللي هو 68.5 وتايمز 100، هيطلع هنا البرسنتج بتاع الهيدروجين 1.46. تخيل هو لو طلب اي برسنتج لاي المنت تاني زي الكلورايد مثلا، هتاخد برضو الماس نمبر بتاع الكلورايد 35.5 اوفر المولر ماس بتاع الكومباوند كله انت حسبته برضو تايمز 100. عايز تحسب الاكسجين البرسنتج بتاعته، بس خد بالك ان الاكسجين فيه 2 اتومز، هتاخد الاتوم الواحده بتاعت الاكسجين اللي هي ب 16 تايمز 2 لان هنا فيه 2 اتومز اوفر الكومباوند كله، حسبنا المولر ماس بتاعه ثابت 68.5 تايمز 100 هيطلع البرسنتج بتاع الاكسجين. يعني ممكن احسب الهيدروجين او الكوراين او الاكسجين بنفس الطريقه، واخد بالي ان مجموع الثلاثه اليمنت او اي اليمنت في الكومباوند لازم مجموعه طبعا حسبتهم كلهم يطلع 100. ده لو جالي اي مساله على الماس برسنتج. شوف اكزامبل تاني. Complete the full equation and rewrite in the form of ionic equation. اغلب الايكويشن اللي عندنا بتبقى عباره عن حاجه اسمها double replacement. double replacement احنا اتخذنا ان احنا دايما عندنا الكومباوند بيبقى فيه كاتاين وانين اللي هو الاف اي والان او 3. الاف اي ده بسميه كاتاين والان او 3 باي 2 ده هو الانين. جهه تانية الان اتش 4 هنا ده الكاتاين اللي هو البوستيف والسي او 3 ده الانين. لما تيجي تعمل double replacement بتبدل ال FE هياخد ال CO3 ويعمل كومباوند، وال NH4 هيعمل كومباين مع ال NO3. بس خد بالك من الفيلنس اللي بتكتبه في الاخر، الفيلنس بتاع كل element ده معناه ان ال FE3 او ال FE CO3 بلس ال NH4 NO3. خد بالك ال NH4 وال NO3 دول كلهم monovalent، وال FE وال CO3 دول داي فيلنت، فهنا كل الارقام بتروح مع بعض بيطلع الناتج بتاعنا FeCO3 بلس NH4NO3. اهم حاجه زي ما اتفقنا في اي ايكويشن لازم تعملها بالانس. هنا تاخد بالك عندك هنا الايرون 1 اتوم في الرياكتانت خرج ايرون 1 اتوم برضو، ال NO3 كلها هنا 2 هنا 1، ده معناها هنحط هنا 2 قدام ال NH4NO3. هتلاقي ال NH4 هنا اللي في الرياكتانت 2 هنا برضو قدامها بقى فيه 2 CO3 1 هنا خرجت 1، كده المعادلة دي بالانسد. هو طالب الايونيك ايكويشن. في الايونيك ايكويشن خد بالك مين هنا، لو كان في سوليد او جاز، سوليد او جاز او ليكويد. هنا طبعا الاف سي او 3 ده سوليد وال ان اتش 4 ان او 3 ده اقوى سوليوشن، يعني كل ايكويشن تعتبر اقوى سوليوشن. لو عايز احسب او اعرف الايونيك ايكويشن، هو السوليد ده اللي احنا ايه ما بنعملوش اي تبادل، ده معناه ان الاف اي بوزيتيف 2 بلس السي او 3 نيجاتيف 2 جيف اف اي سي او 3 اللي هو كومباوند السوليد اللي خرج معانا في الاخر. ده هو النت ايونيك ايكويشن بتاع الايكويشن اللي عندنا. نعرفها ازاي؟ من خلال السوليد. السوليد ده ما عملوش اي ديسوسييت، ما ينفكوش الماده السوليد او الووتر لو كان ليكويد ما بنعملوش اي تفكك. شوف مساله تانية. Calculate the percentage of actual yield of zinc sulfate if it calculate، ومديك ال theoretical mass ومديك ال actual mass. ده يعتبر تطبيق مباشر للقانون اللي احنا خدناه. احنا واخدين عارفين ال actual yield percentage equal ال actual mass over ال theoretical mass. طبعا لو عايز percentage يبقى time 100. هو مديني كل الارقام ال actual mass 1.1 4 over theoretical mass 1.35، وطبعا لازم ال actual mass يكون اقل من theoretical mass، ما ينفعش يكون قده او حتى اكبر منه. time 100 هيطلع ال percentage بتاعتنا 84.45%، ده بنسميه ال actual mass percentage. شوف مسألة كمان. organic compound ومديني الامبيريكال فورمولا بتاعته ومديني المولر ماس
وطالب الـ number of mole of carbon atom، يعني اكن بقول لك احسب المولكولار فورميولا بتاعته. احنا اتفقنا لما نجيب اداني امبيريكال فورميولا وعايز المولكولار فورميولا، اول خطوه في المساله اجيب المولر ماس بتاع الامبيريكال فورميولا، المولر ماس بتاع الامبيريكال فورميولا سي اتش سي ال، سي 1 اتوم والسي ب 12 بلس الاتش 1 بلس 35.5 بتاعت الكلوراين، ده ايكوال 48.5 جرام. ده المولر ماس بتاع الامبيريكال فورميولا. انا عايز اجيب المولكولار فورميولا، يبقى هجيب حاجه اسمها نمبر اوف ريبيتد يونت. اجيبه ازاي؟ اجيب المولر ماس بتاع الكومباوند كله اللي هو مدوني 291 اوفر المولر ماس اللي انا حسبته اللي هو ال 48.5 جرام، ده هيطلع الرقم بتاعنا هنا ب 6. ده معناه ان الامبيريكال فورميولا ريبيتد 6 تايم، يعني هاخد السي اتش سي ال و تايم 6، الرمز هيطلع عندنا الناتج النهائي اللي هو بتاع الميكرو فورميولا سي 6 اتش 6 سي ال 6، لان كله هيتضرب في 6 اللي هو النمبر اوف ويتنج يونت. طب انا هنا عندي هو طالب النمبر اوف مول او النمبر اوف مول اوف اتوم بتاعه الكربون، هو انا كربون فيه كام مول اتوم؟ هي جنبها 6، ده معناه ان الكومباوند ده فيه 6 مول اوف كربون اتوم، ولو طلب الهيدروجين هو برضه 6 والكلوراين برضه نفس الرقم بالظبط. ده كده يبقى احنا خلصنا الريفيجن او الريفيو على الشابتر 2.